مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها 84 واتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارات تكتيكية على مستوى عقيد أو عميد وفقا لصحيفة الغارديان، قالت أوكرانيا إن قواتها صدت 12 هجوما روسيا في دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة الماضية إلى دونباس، حيث فشلت القوات الروسية حتى الآن في تحقيق اختراق ليواصل قصفه المنطقة الصناعية شرقي البلاد. أما في خاركيف فقد سجلت القوات الأوكرانية تقدما مع انسحاب القوات الروسية من محيط المدينة الشمالية الشرقية خلال الأيام الأخيرة. إلى هذا قالت كييف أنها تأمل في مبادلة أسراها مع موسكو بعد استسلام نحو 959 جنديا أوكرانيا في مجمع أوسفستال منذ الاثنين الماضي. الآن مشاهدينا نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.